السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هشرح لك ازاي تضيف خريطة تفاعلية مرتبطة بكل الفلتر اللي موجود معاك في الشيت او في الباور بي اي، بحيث ان انت تقدر تشوف الزون او المنطقة اللي فيها المبيعات او المنطقة عموما اللي انت بتحدد عليها الفلتر. الموضوع ده هيبقى مهم جدا يا جماعة في الفيجوال او الطريقة التصورية او الصور المرئية، بيكون كويس جدا وبيكون مفيد جدا في موضوع ان انت تعرض صور مرئية. الموضوع فعلا بيكون مفيد جدا يا جماعة. فان شاء الله ان شاء الله توكلنا على الله. بس قبل ما نبدأ لازم يكون المحافظات او الستيتس اللي انت جايبها لازم تكون مظبوطة زي الانترنت. يعني مثلا انا في محافظة مصر، في بلد مصر، في محافظة عندنا اسمها سوهاج بتكتب SOHAG. في ناس ممكن تكتبها سوهاج SUHAJ، فالاسم غير الاسم فمش هيتقري. فانت علشان تجيب المحافظات بالظبط انت ممكن تخش تكتب ايجيبت جوفرنريت على جوجل ويجيب لك الاسامي بالظبط زي ما مكتوبة في الانترنت او زي ما متعرف عليها في الخرائط وفي الانترنت كلها، تمام. وان شاء الله ان شاء الله اشرح لك لو انت الخرائط مش موجودة او الاسامي بتاعتك صحيحة بس مش مقرية على الخريطة، ازاي تخليها مقرية على الخريطة. توكلنا على الله. بصوا يا شباب، دلوقتي احنا عندنا باور بي اي تفاعلي، بحيث ان البيع بالمانجر وكمان عملنا البيع بالمنطقة. فاحنا عايزين دلوقتي نضيف على البيع بالمنطقة وكمان يظهر كمان المنطقة بتاعتها عاملة ازاي. فهندوس على الماب، فالماب بتاعتنا ظهرت هنا كده، هننزلها كده شوية. ده الماب بتاعتنا ظهرت. فكل علينا اللي احنا انا عندي هنا الستيتس بروفنس. بمجرد ما بتدوس على ستيتس بروفنس دي هتبتدي تنزل بالمنظر ده. بمجرد ما تدوس على كلمة ايرن هيبتدي يروح ويتغير معايا. تمام. الفكرة كلها يا شباب ان احنا دلوقتي دي الخريطة بتاعتنا. فانا دلوقتي طبعا عايز اعدل على الخريطه دي. بمجرد ما بتدوس على الخريطه بيظهر لك هنا حاجه اسمها فيجوال، فورمات يور فيجوال، وهنيجي نعمل بقى شويه حاجات. البابلز دي مثلا ممكن نكبرها شويه كده، يعني الدوريات دي نكبرها شويه كده مثلا، ونخليها مثلا بالكلر مثلا اللي هو مثلا باللون البرتقاني مثلا او اللون الاخضر كده، تمام. وده كده البابل. ونعمل مثلا كاتيجوري ليبل مثلا، بس دي كبيره قوي هنا، يعني الكاتيجوري ليبل دي هتكون احنا ممكن مش تبقى يعني مش تبقى قد كده، يعني تبقى صغيره، هتبقى كبيره جدا. فنصغرها اهي. وده اللي انا شايفه شكله كويس. بمجرد ما باجي ادوس على ايرن دي بيبتدي يجيب لي الداتا بتاعه ايرن وهو ماسك اني منطقه وهكذا. طب انا دلوقتي عايز اغير مثلا الداتا دي ونعملها بشكل تاني مختلف. هقول لك نعملها ازاي. في بدل الماب دي في حاجه اسمها ARC map. ومجرد ما ندوس عليها هو دلوقتي بيعدل على اللوكيشن اهو دلوقتي، او بيظبطها وبيعمل لود للداتا وكده. وده الشيت او ده الشكل بتاع ال ثواني بس تظهر بس كده. ايوه ده الشكل بتاع، انا بحب الاي ار سي بتاعت الماب دي. بمجرد ما باجي ادوس بيبتدي يظهر لي ويعمل لي عليها علامه زي بالظبط المنظر ده كده، يبقى شكلها شيك قوي، يعني بحب المنظر ده كده. طب وبس كده، يعني ده الشكل بتاع الداتا، يعني ده الشكل بتاع الماب. نيجي بقى المشكله مثلا ممكن تقابلك، ان انت مثلا بتكون جايب الاسم وكل حاجه بس الفكره ان هو مش مقري او مش قاري. بصوا يا شباب، انا جبت دلوقتي يعني الاسم مثلا يبقى مثلا قريه مثلا منيا القمح، قريه مثلا الصنطه، قريه مش معروفه انت بس اللي عارفها، او يعني معينين بس اللي يعرفوها في مصر. فانت عشان عايز تظهرها على الخريطه هتجيبها بايه؟ عن طريق خطوط العرض والطول اللي هي لاتيتيود ولونجيتيود. بصوا يا شباب، في الخريطه دي هتلاقوا في حاجه اسمها لاتيتيود ولونجيتيود. طب انا دلوقتي بصوا، انا دلوقتي جبت شيت من عندي في الجوفرنريت بتاعت مصر، او انا هشيل دي كده، في الجوفرنريت بتاعت مصر اهي، تمام. وكمان جايب كمان بقى، بصوا انا كمان جايب بقى حاجه حلوه قوي، حتى ذا اكيورسي اوف لوكيشن كان بي بروفد، يعني هو حتى مش عارف يقرا اللوكيشن قوي. فانا بروح بقى حاطط له اللاتيتيود في اللاتيتيود اهو، وبحط لونجيتيود في اللونجيتيود اهو،
هي دلوقتي هتلاقيها تقرا دلوقتي اهي، ثواني اهي، نفتح نمسح دي كده ونمسح. ده الافرج. معلش انا اسف، احنا يعني معلش انا اسف، اهو نعمل دي جفرن ريت هتروح نازله هنا، واللاتيتيود هتبقى هنا، واللونجيتيود هتبقى هنا، بس هو يعني هو قاريها افرج. لا انا اقول له دونت سامرايز، يعني ما تعملش فيها اي حاجه، انقلها زي ما هي اهي، واعمل دي دونت سامرايز. معلش بس هي اهي، هو دلوقتي بيحمل. هو كان الاول ما كانش عارف يقرا اللوكيشن صح، دلوقتي بعد ما انا حطيت وعملت اللوكيشن بتاعي اهو، اللوكيشن اهو بتاعي، جاب لي الحاجه بتاعتي اهي، الجفرنريت اهي، نمسح دي كده بالظبط، نمسح الجفرنريت دي بالظبط اهي، جاب لي اهي اهو الحاجه دي كلها في مصر، كايرو، الكسندريا، ايجيبت اهي بالظبط. هتلاقي دلوقتي احنا عندنا في كايرو والسويس، كايرو السويس، اصل انا حاطط اهي، بص يا شباب انا حاطط الحاجه دي هنا في الشيت ده، في التيبل ده، كايرو، سويس، بورسعيد، اسوان، الاقصر، شويه محافظات من عندنا جايبها عشان تضاف هنا. فلو تلاحظوا اهو ده الحاجه بتاعتنا، انا حاطط كايرو، الكسندريا، وهكذا، حاطط خطوط العرض والطول. بص يا شباب، بمجرد لما انت ما تكونش عارف القريه او المدينه بتاعتك او المحافظه بتاعتك مش ظاهره على اللوكيشن او الماب زي كده، اكتب جفرنريت مثلا، ايجيبت جفرنريت لونجيتيود اند لاتيتيود، موجوده على على النت زي ما انت عايز. انا جبتها من على النت ونزلت كام محافظه بس كده. اللي انا عايز اقوله لك ان انت لو انت عايز تظبط شغلك اللوكيشن وكده، دي افضل حل انك تقدر تعملها الحته دي، انك تجيب اللاتيتيود واللونجيتيود بس كده. فاتمنى اكون في التوكم يا جماعه، واتمنى اكون يعني ساعدتكم بحاجه ان شاء الله ممكن تفيدكم في شغلكم ان شاء الله. وشكرا جدا ليكم، واتمنى ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا فعلا والله محتاج دعمكم كتير قوي. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشاشجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.